عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية. بعد تفاقم الأزمات المتكررة وفشل الرئاسي في حلحلة هذه الأزمات، خرجت مجموعات مختلفة من الشارع الليبي لتعبر عن غضبها عن أداء حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. في هذه الأثناء بدأ الرئاسي بإصدار عدد من القرارات، منها على سبيل المثال إصدار علاوة العائلة للزوجة والأبناء. فهل يا ترى سينجح السراج وحكومته في ظل هذه القرارات؟ أم إن الأزمات ستتفاقم في ظل الصراع الذي نشاهده بين السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا؟ ويتساءل كثير من المحللين من المستفيد من هذه الصراعات الدائرة في غرب البلاد؟ وهل سيستغل مجرم الحرب حفتر هذه الانقسامات؟ أم إن هذه الأمور صحية كما يرى بعض المحللين؟ ويتساءل الكثير لماذا لم نشاهد حراكة في الشرق الليبي كما شاهدناه في غربها؟ وهل مشكلة تركيا واليونان ستتأثر أو ستؤثر على المشهد الليبي؟ كل ذلك وأكثر نناقشه صحبة ضيوفنا الكرام، لكن بعد هذا التقرير. أخيرا تحرك السراج وخرج عن صمته الذي اعتاده الليبيون لأربع سنوات متتالية، حيث كان العنوان الأبرز لهذه السنين الأزمات المتفاقمة وسوء المعيشة الذي وصل لحد جعل تجمعات مختلفة من الليبيين تخرج عن صمتها في مظاهرات شتى في مناطق مختلفة، لا سيما العاصمة طرابلس التي كان الحراك فيها قويا لدرجة وصول المتظاهرين لمنزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في سابقة هي الأولى منذ وصول السراج لطرابلس في مارس 2016. السراج حاول تهدئة الشارع الغاضب على الحكومة بسيل من القرارات، كان أبرزها إقرار علاوة الأسرة التي أصدرها المؤتمر الوطني منذ 2013 وصرفت لمرة واحدة. كما تعهد السراج بحل مشكلة الكهرباء على مدى متوسط بعد تنفيذ 3 محطات غازية تقضي على أزمة الكهرباء التي تخنق المواطن الليبي منذ أكثر من 5 سنوات. مظاهرات طرابلس كانت فرصة للقنوات الداعمة لحفتر لتكشر عن أنيابها وتحاول تسييس المظاهرات وعنونتها بعناوين تتماشى مع أمنيات مجرم الحرب حفتر، لعلهم يجدون في العاصمة موطئ قدم بعد أن عجزت بنادق مرتزقتهم من الفاغنر والجنجويد السيطرة على طرابلس رغم التأييد الدولي لهم. وازداد سعار هذه القنوات بعدما أصدر الرئاسي قرارا يقضي بإيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا احتياطيا لغرض المساءلة، بعد أن أصدر باشاغا بيانا توعد فيه باستخدام القوة لحماية المظاهرات. ورغم اتجاه الوضع في العاصمة للتهدئة وحلحلة المشاكل، إلا أن السؤال الأكبر هل سيصمت سكان المنطقة الشرقية عما وصل إليه الوضع المعيشي، أم أنهم يتحينون الفرص التي ربما ينفجر فيها بركان غضبهم على الطغمة المسيطرة عليهم؟ مرحبا بكم أيها الأفاضل مرة أخرى، معي للحديث عن موضوع حلقة الليلة في هنا في الاستوديو دكتور فتحي الفاضي كاتب السياسي والأستاذ الجامعي. مرحبا بك دكتور فتحي، وعبر سكايب الأستاذ إبراهيم عبد الصمد وهو محلل سياسي. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. معك دكتور فتحي، يعني برأيك لماذا تأخر خروج السراج حتى ظهور هذه المظاهرات المنددة بسوء المعيشة والخدمات من قبل الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك دكتور فوزي وأحيي قناة التنصح مع الشكر لهذه الاستضافة. والله أخي الكريم، أعتقد الأولويات، يعني هذه الحكومة لم تكن أولوياتها مرتبة على الإطلاق، يبدو أنها حكومة رد أفعال، كل ما يحصل شيء في البلد تتفاعل معه سلبا أو إيجابا، لكن الرؤية يبدو ما عندهاش، لأن القضايا هذه الإصلاحات البسيطة جدا بسيطة وأيضا بساطة تنفيذها وحساسة جدا للمواطن. أنت يعني من الذكاء من الحكمة أنك أنت تريح ناسك وشعبك يدعموك، وحتى معش يسببوا لك صداع في قضايا أعمق أو في علاقات مع العالم في الخارج،
فأستغرب حقيقة تأخير مثل هذه الإصلاحات، بس ذكرت الشارع بما فعله معمر القذافي لما ظهرت المظاهرات وكل واحد يأخذ 500 ومش بدأ، يعني لماذا؟ لا أدري ما هو الشيء الذي جعل هذه الحكومة تتجاوز هذه الأولويات الضرورية للإنسان. أنت جئت من أجل الشعب، ما تجيتش من أجل ردود فعل، أيضا لم تأتي لأجل التفاعل مع القضايا التي يفرضها علينا الخارج. قضايا مهمة جدا، قضايا يجب أن نتفاعل معها صحيح، قضايا نعطوها الاهتمام والجهد، لكن الداخل سبحان الله استثنية إلى أن تتراكم الأمور تتراكم وخرج الشارع. الآن مهما كان صادق المجلس الرئاسي أو غير أو الحكومة في هذه الإصلاحات، مستحيل أن يكسب ثقة الشارع. صحيح. مستحيل أن يكسب ثقة الشارع، أن الكل الآن متهم أنك أنت لا رشوة، أنت عليك. تقدم رشوة فقط لأن ضغطنا عليك وأنت غرب تخضرنا، وحتى لو نفذها على فكرة حتى نفذها. وبالتالي هذه الحكومة يعني بصراحة فاقدة للأولويات. أيضا هذا الصراع بعد إذنك يعني ليس وقت على الإطلاق، لا الصراع بصفة عامة. نعم ربما نأتي لذلك لاحقا دكتور، اعذرني يعني أنتقل للأستاذ إبراهيم بعد الترحيب بك مجددا. دكتور إبراهيم، يعني نحن نتحدث عن الأزمات التي تمر بها البلاد وتسبب مختنقات كبيرة حقيقة للمواطن، لكن خلينا نكون منصفين، ونحن هنا لا ندافع عن السراج ولا حكومته. حالة الاحتراب الموجودة وإقفال منابع النفط أليست هي المسببة في سوء الأوضاع الاقتصادية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. مرحب بك. بالنسبة لأسباب الأزمة الحالية، هي ترجع جذورها منذ أن دخلت هذه الحكومة إلى طرابلس. الحكومة هذه شكلت باختيار البعثة الأممية بدون برلمان، دخلت لطرابلس بدون برلمان يراقبها. البرلمان كان منقسم على جزئين، أو في ذلك الوقت كان أغلب أعضائه يتواجدون في مصر وتونس وبعضهم في شرق ليبيا. فالديمقراطية أو النظام الحكم في العالم اللي موجود حاليا، لازم يوجد حكومة، لازم يكون معها برلمان يراقبها. حكومة الوفاق أو ما تسمى حكومة الوفاق دخلت طرابلس بدون أي برلمان يراقبها. يوجد مجلس أعلى الدولة، هذا مجلس استشاري للأسف لا سلطة له على هذه الحكومة، وبذلك أصبح المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق هي السلطة الرئاسية والتشريعية والتنفيذية في نفس الوقت، وتولت في عدة مناسبات حتى السلطة القضائية والرقابية أيضا. فهذا هو الإشكالية، الإشكالية من البداية، وهذا ما حذرنا منه على قناتكم منذ أكثر من 4 سنوات، لأن الاتفاقية بنيت أو دخول هذه الحكومة أو وثيقة الصقرات بنيت على نسف حكم المحكمة العليا، وبالتالي فالظاهرة غير صحية منذ أن دخلت هذه الحكومة. لم تلتفت للشارع، لأن هناك عندها اتجاه أن هذه الحكومة سجلت ويهمها رضاء الخارج أكثر من إرضاء الداخل، وبذلك وقعت في أزمات وكانت تعول كثير على الاتفاق مع الطرف الآخر اللي هو حرب حفتر، وكانت تجلس معه في أبو ظبي في القاهرة وغيرها من العواصم على أمل أن يتم توحيد البلاد. ولكن المعسكر الانقلابي كان لديه أجندة أخرى، وكان يتحين الفرص وباغث هذه الحكومة وانقلب على الاتفاقيات وهجم في 4/4/2019. فوجدت الحكومة نفسها في مواجهة مع هذا النظام، ولولا فزع الثوار في ذلك الوقت بإمكانياتهم البسيطة للتصدي لهذا المشروع لكان دخل العاصمة وصار هو الحاكم الفعلي في ليبيا. لذلك فالحكومة هذه جذور المشكلة. الحكومة شكلت عن طريق البعثة الأممية، لا يوجد برلمان يراقبها ويتابعها. حتى بعد 4/4/2019 دخل جزء من اجتمع جزء من البرلمان تقريبا نص أو أقل قليلا في طرابلس، ولكنه ظل مجمدا باعتبارات شخصية، فكان لا يمارس دوره الحقيقي في الرقابة على هذه الحكومة. أصبحت التعيين بالمجاملات والأبعاد الحزبية، لا يخضع لأي كفاءة أو نعم سيد إبراهيم، لكن سيد إبراهيم عذرا مقاطعة، لكن أيضا يعني لا نحمل الحكومة أكثر من يعني الواقع. يعني أنا ذكرت لك بأن يعني إقفال منابع النفط هذه كانت ربما سبب كبير لهذه الأزمات، ألا تتوافق مع هذا الطرح؟ نعم، هو سبب، هو نحن الحكومة هذه جزء من المشكلة، ليست المشكلة نعم. كلها، هو المصيبة كلها هي من حفتر طبعا نعم. هذا الانقلابي، هذا اللي حذرنا منه. أنا كنت من 2011 من أول ما دخل ليبيا كنت أحذر منه، هو شخصية انقلابية وعنده نزعة
للانقضاض على السلطة ويعتبر في نفسه هو الوريث الحق بالحكم بعد القذافي. لذلك فالمصيبة وكلها من حفتر، لكن حتى الحكومة شاركت في انظر مثلا، سأضرب لك مثالا، مثلا في غزة حكومة محاصرة أكثر حصار خانق والموارد المالية المتوفرة لديها أقل بكثير من الحكومة في ليبيا، ولكن بالرغم من ذلك هي نجحت في إدارة قطاع غزة. نعم. بإمكانياتها البسيطة، يعني الخدمات متوفرة، الكهرباء، حتى هم عندهم مشكلة في الكهرباء لكن الخدمات تلقاها متوفرة وهناك أمن. هناك ليش؟ لأن الحكومة نابعة من الشعب وتخدم الشعب والتعيين. نعم. يخضع الكفاءة. نعم. والولاء. لكن نعم. بالنسبة للحكومة، حكومتنا هذه اللي توه في طرابلس، يعني أغلب التعيينات تخضع لاعتبارات شخصية ويعمل. نعم. الفساد. طيب. لذلك مع احترامنا للبعض منهم يعني، لذلك. نعم. فهذه هي شاركت في صنع الأزمات ولم تحسن استغلال الموارد المتاحة. هو المفروض تشتغل بالموارد المتاحة لها. نعم. أنا في طيب. رأيي إنها لم تستغل الموارد المتاحة لها. طيب سأعود إليك أستاذ إبراهيم. الصراع. نعم. نعم. أعود إليك. انضم إلي أيضا عبر سكايب الأستاذ عمر عبد العزيز الإعلامي المستقل. مرحب بك أستاذ عمر. يعني في سيل القرارات التي أعلن عنها الرئاسي، من ضمن ذلك تم تعيين من كان وكيلا سيد النمروش وزيرا للدفاع، وتم تعيين الفريق محمد الحداد وزيرا أو رئيسا للأركان. يعني هذا تعيين وزير الدفاع طال انتظاره، حتى فترة الحرب التي امتدت 14 شهرا كان الناس ينتظرون يعني هذه الشخصية وهذا المنصب الشاغر، وهو ربما أهم منصب في وقت الحروب. كيف تابعت تعيين وزير الدفاع ورئيس الأركان سيد عمر؟ في بداية أحييك وأحيي ضيوفك ومشاهديك الكرام. مرحبا. في الحقيقة تابعته باستغراب بالغ. نعم. يعني بلا مقدمات في لحظة أتاني خبر عاجل، الرئاسي يعين العقيد النمروش وزيرا للدفاع. نعم. مناط الاستغراب هو أن هذا المطلب هو مطلب كل الليبيين منذ فترة طويلة جدا. نعم. ورغم كل التحاليل ويعني كتبت مقالات كثيرة، لماذا لا يعين السراج أو الرئاسي وزيرا للدفاع، ليس هناك أي سبب على الإطلاق. ثم نأتي في بين لحظة، بين لا أريد أن أقول بين عشية وضحاها لأن هي بين لحظة وابنتها، يعني أقل من العشية. نعم. نجد هذا الأمر ونجد معه رئيس الأركان ونجد اليوم إقالة، وأيضا كان بها مطالبات منذ فترة طويلة. هذا يدل للأسف الشديد على أن القرارات يبدو أنها ليست وفق ما يتطلبه الموقف، ولكن القرارات يبدو أنها هي تخضع للرغبات الشخصية لشخص أو اثنين في الرئاسي، وكذلك تخضع ل الضغوطات الدولية. رغم أنني متأكد أن الأتراك منذ أن وقعوا الاتفاقية مع ليبيا في ديسمبر أو نوفمبر الماضي كانوا يطالبون بهذا الأمر، إذ كيف يستقيم أن دولة كبيرة مثل تركيا هي الجيش الثاني في الناتو تتحالف مع دولة أخرى بدون أن يكون فيها وزير دفاع؟ لكن الأتراك يعني يبدو أنهم حاولوا أنهم يمشوا الموضوع ولم ينجحوا في الضغط، ولا أتوقع أن ما حدث بالأمس هو نتيجة ضغط تركي وإنما نتيجة لا أدري، يعني هناك تحليلات كثيرة ربما ليس الخوض فيها الآن مناسب، لكن هو الموضوع في الحقيقة مستغرب ويدل على أن إدارة الرئاسة، إدارة الدولة لا تسير وفق المعايير المتعارف عليها في إدارة الدول. نعم. طيب الدكتور فتحي يعني قبل قليل السيد إبراهيم ذكر بأن واحد من أسباب الحكومة جزء من ما تعيشه البلاد الآن، وربما يعود هذا إلى فقدان الجهة الرقابية لحكومة الوفاق. يعني الآن في غياب مجلس النواب، الآن لم يكتمل في طرابلس، لم يكتمل النصاب حتى إنه يستطيع أن يراقب الحكومة ويعني يعني يخضع أو تخضع الحكومة له. لأن ما هو السبيل الآن لوضع الحكومة تحت المراقبة؟ هل يترك الأمر للشارع وهو قد فعل فعلا؟ نعم. بدليل هذه القرارات يعني التي وصفت بأنها سيل من القرارات يعني. نعم. ما رأيك، ما هي الآن الآلية لوضع الحكومة تحت المراقبة في غياب أي جهة تشريعية تضع الحكومة تحت مراقبتها؟ نعم أستاذي كريم، قبل ذلك ثواني، قضية أزمة النفط جديدة يعني.
يعني جاء أغلق وفتح وأغلق وفتح، يعني قضية إغلاق النفط لأن ما فيش إصلاحات ما هيش يعني سبب غير صحيح على الإطلاق. هذا كم لها هي أقل من سنة أقل من سنة تقريبا، أقل من سنة يعني كان جاءت فترة فيه نفط وفي أموال وفي كذا لكن يا أخي قضية ما فيش مراقبة فيه مشكلة أخرى ما عدم وجود المراقبة. في أشخاص في الرئاسة عنده أكثر من مهمة، في مهمة واحدة تحتاج إلى فريق 100 رجل حتى يقوم وزارة مثل وزارة الدفاع ومش عارف أنتش. أعتقد الأخ فايز عنده أكثر من مهمة أيضا، حتى وأنت مخلص وطيب وصحابي ما تقدرش لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام. هذه من ناحية. ناحية أخرى ناهيك عن عدم وجود كما ذكر ضيفك الكريم وذكرته أستاذ فوزي، ما فيش مراقبة ولا محاسبة ما فيش تساؤل، وبالتالي لابد من التغيير، لابد من وضع آليات لمحاسبة الدولة. ونحن نأسف حقيقة كمواطن ليبي في ثورة في حرب في كذا تحتاج إلى أن من يراقبك حتى تؤدي عملك، هذه في حد ذاتها كارثة. يعني المراقبة والمساءلة في أجواء عادية ما فيهاش حروب خوفا من الفساد، لكني كمواطن ليبي يعني لا أتوقع حقيقة أن مسؤول يفسد ويسرق ويدمر ويتخاذل وما يخدمش الناس في وقت حرب، تعتبر خيانة عظمى هذه. طيب حتى قوانين الحرب غير قوانين السلم. نعم لكن أسوأ. دكتور حتى يعني حتى نكون عمليين، يعني حتى نوجد هذا الجسم الذي يراقب الحكومة ويخضعها للمساءلة، يعني الآن هل كلما انحرفت الحكومة خلينا نعبر بهذا اللفظ يعني يخرج لها الشارع حتى تعود ولا نعم. كيف نديره الآن؟ ما هو الحل؟ ما هي الآلية؟ الآلية يعني نعم هو لابد من التغيير، طبعا لابد من تغيير تركيبة المجلس الرئاسي، تغيير تركيبة الدولة بحد ذاتها وفصل رئاسة الوزراء عن الحكومة. وحقيقة حتى يومنا هذا صدق ولا صدق دكتور فوزي ما نعرف شنو مهام الرئاسي، هل هو رئيس وزراء، هم هم وزراء، هل هم الجسم الأعلى؟ يعني هناك مجلس رئاسي ثم هناك وزراء، يفترض ما هي مهامهم؟ يعني هل في اختلاط، هل في خلط في المهام؟ ما هي آلية اتخاذ القرار؟ يعني مثلا مرة الرئاسي طلع قرار موقع عليه فايز مثلا أو صالح أو محمود وكذا، هل القرار يتخذ فردي؟ ما هي آلية اتخاذ القرار؟ ما هي آلية إلغاء القرار إذا كان خاطئ؟ إذا كان خاطئ هذا القرار من مجلس الرئاسي أو من أي كذا كيف نلغيه؟ كعلى سبيل المثال إيش اسمه هذا تنصيب ناس متهمين في العهد السابق بتعذيب طلبة، بتعذيب طلبة مجرمين يعني إجرام جنائية مفروض يمشي المحكمة قبل، يعني تحط مستشار مثلا أو تحط في منصب تعوده خلينا نسمي بأسماء معتوق، معتوق محمد معتوق مثلا، معتوق رجل أحد أركان نظام السابق تم تعيينه وقيل بأنه مستشار الآن نعم. وأخذ على حسب ما سمعنا نعم. جميع مرتبات وتعويضاته يعني نعم. الآن وهو كان أحد المجرمين في النظام السابق. الثورة 2011 قامت بسبب ممارسات أمثال هذه الشخصية، بينما كثير من الأساتذة الجامعين المهاجرين من بغازي إلى الآن مرتباته لم تنزل. نعم ضيف إلى ذلك الثورة كلها والشبابنا اللي فقدناهم اللي كيف الورد اللي الواحد منهم يساوي ليبيا بأكملها ولا لا في 2011 والخروج واللي فقدوا أطرافهم، والثورة كلها ظهرت بسبب ممارسات أمثال هذه الشخصيات. شنو الاستفزاز، غباء، تجاوز، ما فهمتش، ضغط، لا أدري. تبي أنت يعني تقول للعهد السابق أني أنا وفاق مع الجميع، ممتاز، أأتي بشخصيات مع العهد السابق لا تلخط بالدماء ولا سرقة، موجودين بالطن بواخر من الناس اللي خدمت في العهد السابق، قربهم إليك ولا لا، لا هو دم ولا مفسدين. شمعنا هذه النقطة وشمعنا في نفس الوقت تقول جنيدي نحوله ولا لا، والعساوي حوله ومش عارف فتحي بشاغة حوله، الذين يعني بالعكس جزء كبير منهم نختلف معهم في نقطة واثنين وثلاثة، لكن جزء كبير منهم مع الشعب مع طموحات الناس. لماذا يعني كيف تبيني يا أخ سراج أنا نأيدك ونتغاضى يعني نعم. وبالتالي الأمر في شيء ما، قضية المستشارين أنا مش خاصة لراسي، لو أنه عندي 1000 مستشار ويظنوا على راسي 24 ساعة في الأخير القرار قراري نعم. ثم كيف تتخذ القرار؟ ومن هم المستشارون؟ والله ما نعرفهم، والله ما أدري، في غموض. طيب في غموض أيضا نعم. أستاذي كريم بعد إذنك لا بد أن يكون القرار في المجلس الرئاسي الجماعي، لا بد من تحديد مهام، شنو هو المجلس الرئاسي، شنو مهام الحكومات، شنو مهام الوزارات، لابد ما نعرفش لليومنا هذا كم أنا وياك نتابع انظر كم بدنا روحنا، أنا لو ندير امتحان ادير لي امتحان شنو مهام هذا مش حننجح فيه نعم. الأمر يريد تغيير وتغيير جد. سريع جد. ولكن نعم طيب إن شاء الله نعرف نعم. سيد إبراهيم عبد الصمد، يعني الشارع الليبي طالب بإقالة بعض الشخصيات الذين تحوم حولهم شبه
يعني فساد وتحوم حولهم حتى تواصل مع الخارج. نذكر على سبيل المثال وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، رئيس هيئة الأوقاف العباني. يعني لماذا إلى الآن لم يستجب السراج لهذه المطالبات على الرغم من يعني كثرة هذه المطالبات؟ يعني خليك من الصحة الآن، وزير أو رئيس الهيئة العامة للأوقاف، يعني خرجت ربما 10 أماكن أو مكاتب الأوقاف وطردت ربما من عينهم العباني لأنهم يخالفون المذهب السائد في البلد. لماذا؟ وطالبوا الحقيقة السراج بإقالته، وتجمع ليبيا، علماء ليبيا طالب السراج بإقالته، ومع ذلك السراج لم يستجب لمثل هذه المطالبات، لماذا برأيك؟ نعم، هي الحكومة هذه لا تحمل من الوفاق إلى الاسم فقط، يعني اسمها وفاق لكن هي الحقيقة ليست حكومة وفاق. يعني لما تحاولش توحد الليبيين مثلا وتستمع للانتقادات والآراء سواء العلماء أو آراء المجتمع المدني أو النشطاء أو حتى المظاهرات، يعني تيار معين يسيطر على هذه الحكومة، وفي البداية أعطى بعض المناصب لبعض الأطراف الأخرى لاسترضائها، وبدأ بالتخلص منهم الواحد تلو الآخر، حتى بقى تيار واحد يسيطر على هذه الحكومة. عملية التعيين تخضع لاعتبارات حزبية واعتبارات قرابة ومجاملات والدولة العميقة كذلك، وهذا أدى إلى ما نراه اليوم من تفشي الفساد والاستهتار بالخدمات وغياب الخدمات الأساسية، أبسط الخدمات يعني زي تنظيف الشوارع والكهرباء. فنصبح بدل ما كنا نطوق لتأسيس دولة والدستورية ودولة القانون والمؤسسات، أصبحنا نتحدث عن حاجات بسيطة يعني كهرباء ونظافة توفير الأساسيات. والسبب في ذلك هو كما قلت لك، يعني الحكومة هذه لا تستمع إلى رأي الشارع، لا تستمع إلى البلديات، لا تستمع إلى مؤسسات المجتمع المدني، للأعيان، للوجهاء في المدن المختلفة. يعني الحقيقة يعني هذا هو الذي أدى إلى دكتاتورية، يعني دكتاتورية مدنية أقرب إلى الدكتاتورية المدنية. أنا لا أقارنها في نظام الموجود في شرق ليبيا، في النهاية احنا أفضل بكثير في غرب ليبيا مما يحدث في الشرق، ولكن حتى في غرب ليبيا لابد من إصلاح الوضع. الوضع الذي استمر بهذه الطريقة سيؤدي إلى الانفجار، وأحذر من الشارع الآن، الوضع هش، هناك احتقان. المظاهرات علمتنا منذ جمعة إنقاذ بنغازي وأحداث غرغور وغيرها، هذه المظاهرات يتم اختراقها واستغلالها من أعداء الثورة وأعداء الوطن، ويستغلوها في القتل وإحداث فتنة تؤدي إلى القتال والاحتراب الداخلي، والمستفيد من ذلك هو حفتر. أنا ألوم بصراحة، يعني حتى لما يختلفوا فيما بينهم هذا المجلس الرئاسي وحكومته، مفروض يجلسوا بعضهم ولا ينقلوا صراحهم وخلافهم للشارع، لأن الشارع لا تستطيع أن تسيطر عليه. هناك مشاعر غضب واحتقان، عندما تنطلق هذه المشاعر إلى الشارع لا تستطيع أن تسيطر عليها. وذلك لا نريد أن ننقل هذه الخلافات بين أركان هذا المجلس وحكومته إلى الشارع، وهذا خطأ كبير. المستفيد الأكثر منه هو حفتر، سيزرع عملائه وأتباعه في المنطقة الغربية لاستغلال هذا الحراك من أجل إسقاط الحكومة ودخوله هو فيما بعد، أو من أجل إيجاد مبررات على أن هذه الحكومة غير مؤهلة للحكم وتحكمها الفوضى، ويطالب بتغيير مقر الحكومة إلى سرت أو أي مكان آخر. وسيجد المبرر في هذه الحالة. لذلك فلا بد من حصر عملية الضغط هذه الحكومة عن طريق البلديات، كما اجتمعوا اليوم أعضاء من بعض البلديات في المنطقة الغربية، اجتمعوا في السراج وواصلوا الضغط عليه لإصلاح الوضع عن طريق الوجهاء، عن طريق مؤسسات المجتمع المدني. هذه هي الآن الوسائل الآمنة للضغط على هذه الحكومة. وأنا أحذر من الشارع، الشارع صعب جدا أن تتحكم فيه، سيتم استغلاله. وهذه علمتنا التجارب منذ 2012 جمعة إنقاذ بنغازي، إن هذه الحراك في النهاية نهايتها تكون لصالح معسكر الإنقلابيين. لذلك فحذاري حذاري حذاري، أنا أطالب حكومة الوفاق السيد السراج الاستماع إلى العقلاء من أبناء هذا الشعب، للبلديات، للعلماء ليبيا، لمؤسسات المجتمع المدني، للأصوات العقل تحكم العقل، وعدم اللجوء إلى الشارع واستعراض القوة بين الأطراف. هذا كله يعني حاجة بسيطة، مجرد خطأ من هنا ومن هناك سيوقد نارا من الصعب إطفائها. والمستفيد الأول والأخير هو حفتر الذي يتربص بنا الدوائر من بعيد ومن يقف وراءه. نعم سيد إبراهيم. أستاذ عمر، يعني هل برأيك إعلان السراج تشكيل حكومة
مصغرة في هذا التوقيت يعني قد يرضي الشارع الليبي؟ والله يا دكتور فوزي أنا أذكر أن مثل هذا المطلب يعني طلبناه على الأقل على الأقل من سنة ونص تقريبا، يعني من شهر 4 سنة 2019. نعم. حكومة أزمة، حكومة مصغرة، حكومة حرب، حكومة تسميها أي ما تسميها، لكن ليست هذه الحكومة. نعم. ولم يستجب الآن يطلع ويقول أن سيكون ربما نحن أنا مضطر شوف حتى الكلام، أنا مضطر لأني نشكل حكومة أزمة، طبعا مش نتيجة مصالح البلد لكن نتيجة ضغط الشارع. نعم. فإذا خرجت الآن حكومة مصغرة أنا أظن ولم يكن فيها فاسدين ولم يكن فيها أسماء يثار حولها الجدل وكان فيها ناس يعني نظاف اليد، أظن ربما هذا يرضي الشارع مؤقتا ويختبرها وفي العالم كله في دائما المئة يوم هذه. نعم. فلو جربت خلال مئة يوم وأنجزت أي شيء ربما يعني أنا أقول ربما يرضى الشارع، لكن أنا أخشى أن الموضوع أصلا هو بني على خطأ، يعني المجلس الرئاسي، التعيينات، السفراء الموجودين، معلش يعني الآن حوالي 5 سنوات لم يوجد شارع واحد رصف، ما فيش مستشفى واحد صين، لا حل لمشكلة السيولة، ما تقوليش نفط، المشاكل دي كلها موجودة قبل النفط، العاصمة تغرق عند نزول المطر، يعني هذا خلال 100 يوم نضربوها في 10 ولا في 20. فالطريقة اللي كانوا يعينوا بها الوكلاء والسفراء وبعض الأسماء اللي يعني ذكرتوها الآن، هذا حقيقة لا يبشر بخير، لأننا نجد حتى بعض الناس اللي بعض من عينوا وكان هناك رضا عنهم تجد أنهم لا يعملون بحرية، أو تجد بعد فترة أخبار عن إقالتهم وكأنهم يعني ضايقوا فيهم وجابوهم فقط لذر الرماد في العيون، فأخشى أن تكون حكومة الأزمة أيضا بهذا الشكل. نعم. هو على ذكر 100 يوم أستاذ عمر، يعني السراج أول ما نزل وعد بأن الأمر سيتحسن بعد 100 يوم، هل انتهت 100 يوم برأيك أستاذ عمر؟ المئة يوم ماتت وشبعت موتا. طيب. ماتت وشبعت موتا. يعني طيب. أنا الآن أمامي خبر ما شاء الله ما شاء الله، فليفرح الليبيون. نعم. المجلس الرئاسي يخصص ميزانية عاجلة للبلديات، يا الله منذ متى والبلديات تطالب بميزانيات، وعندما حتى يعني قرروا ميزانيات كانت ميزانيات مضطربة ويدور حولها شكوك كثيرة وليست هناك عدالة، وبلدية فيها عدد سكان قليل تعطك البلدية التي فيها عدد سكان كبير، فأظن لا إحنا مفروض في ليبيا نخترع شيء آخر لا نسميه 100 يوم، ربما شيء نسميه 1000 يوم مثلا. نعم. طيب. ويصبح شيء حتى 1000 يوم تجاوزها السراج الآن سر عمر، ماركة مسجلة لليبيا يعني. حتى 1000 يوم تم تجاوزها من قبل فايز السراج الآن. طيب. نعم. سأعود إليك سيد عمر. دكتور، يعني ما حدث الأيام الماضية بين السراج ووزير الداخلية سيد بشاغة، يعني البعض يقول بأن ربما الخطأ من السيد بشاغة لأنه في بيانه قال بأنه سيستخدم القوة لحماية المتظاهرين، قالوا بأن لغة البيان هذه تحمل لهجة المعارضة لرئيس الحكومة وليست لهجة وزير في حكومة، في الآخر هو وزير تابع رئيس حكومة، يعني ما تعليقك؟ أنا أعتقد يعني أعتقد حسب متتبعتي لفتحي بشاغة يعتقد أن السراج سينبسط بهذا البيان، يعني نحن ندعمك حتى بالقوة في محاربة الفساد، ربما كان فتحي بشاغة هذه رؤياه مثلا. لا، في بيان آخر قال بأنه سيحمي المتظاهرين وقال بأن هذه الميليشيات التي أطلقت النار على المتظاهرين سيتم يعني محاسبته وكذا، فالبعض يقول بأن هذا نعم يعني كأنه هو اصطف. نعم. إلى جانب المتظاهرين ضد رئيس حكومته. أو فليكن إذا، لكن قبل كل ذلك 90% من المنابر الفضائية العالمية من حادثة فتحي بشاغة إلى اليوم بصراحة خبر بشكل يعني تفاجأ، 90% من الصحف اللي عند بلومبرغ ومش عارف وصحف أولية تحدثت عن قضية فتحي بشاغة
والسراج وإقالته وعدم إقالته. ماذا يعني هذا العلم؟ كل يوم يقيل في وزير يحط في وزير مرنا، ولا تأخذ القضية أهمية إلا في الدولة اللي حصل فيها. شمعنا في ليبيا جميع الصحف تقريبا لا أبالغ جميع الصحف تحدثت عن هذا الحد، لأنهم يدركون أنه مش مجرد طلب وزير لمساءلة، وأن هناك صراع على القوة. الاستغراب الكبير جدا جدا أين يأتي؟ يأتي من أنك أنت تبي تدير مساءلة لوزير من وزرائك بقرار عام علني، نحسبك احنا كل أسبوع تتساءل فيهم، نحسبك كل أسبوع تجلس معهم كل ليلة تعارك وتقول ايش ندرت وتعالوا وريني تكيفك، بعد سنة تطلع قرار عن أقراها أنا كمواطن تقرر مساءلة وزير. لا، أنت كل يوم تحاسبه كل ليلة هو وغيرها، ما فيها شيء يعني. وبالتالي فعلا هناك صراع. أحد الصحف الأهوال ولا لا سمت كابوس انقلاب بشاغة. السراج يعاني من كابوس انقلاب فتح بشاغة عليه في الحكومة، لهذه الدرجة وصلت. أنا أتمنى كما ذكر ضيفنا الكريم هذه الصراعات ما تطلعش سوى، لأننا الأخطر والأخطر ما زلنا مع نحارب. اليوش اللي عند أمس تنزل ولمس والتحشيد وقذفة نشر صاروخ على قوات بركان الغضب. نحن لا نريد أن نكون كملوك الطوائف بصرف النظر عن اختلاف النوايا. لذلك أستغرب في أنت رئيس وعندك وزير تبي تتساءل تدير قرار كامل وعلنا القرار نقروه، وش ليش أنت ما تقدرش تحسبهم قبل من قرارات مفروض مع بعضكم وأصحاب 24 ساعة تدوي كل يوم وكل ليلة وتحاسبوا بعضكم وش ندرت، والشارع يشكي من القمامة وأنت يا وزير الصحة وش سماك وش ندرت وش صار في الكورونا. هذا ما خلاني أحس أن الأمر طبعا والمواطن ايضا مش انا بس الامر غير طبيعي مش صحيح يعني. ليش بعض الدكتور يقول بان امتثال بشاغة لقرار الرئاسي وقبوله الجلوس للتحقيق، لكن طبعا اشترط ان يكون هذا علنا في قالوا بان قد ينهي هذه الازمه، ما رايك؟ لان قد ينهي هذه الازمه يعني. بالتاكيد هو ذكاء جدا. انا كنت قبل فتح بشاغة يصرح ولا لا كنت اقول كيف سيتصرف الرجل، هي عاند يسكر راسه ولا يجاي ولا لا أو يعني، لكن فعلا حركة ذكية أقبل، لكن علنا. ليش علنا؟ لأن هناك أمور مؤكد 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 ستمس المجلس الرئاسي، أمور واضحة وعند الرجل بالتأكيد وثائق ولا لا. أنا طبعا بصيغتي أدافع على فتح بشاغة، لكن أخذ عليه وتذكرت قبل هذه الأزمة لما بدأ فتحي بموضوع الميليشيات وحل الميليشيات ذكرت لنا ليس وقته، وأنا لابد أن يحل الأمر بالتراضي وأن يكون الدمج سلمي وبذكاء وبحكمة، ولا تعادي ولا تصادم أي من هذه الكتائب. كل كتيبة قدمت للوطن وقدمت تضحيات وشباب، ربما في كل كتيبة 5 10 12 سراقين يا سيدي مفسدين ولا لا. يتعامل بالأمر مع التعاون مع قادة الكتائب في حل أزمة الميليشيات ما تسموهم بالميليشيات. ذكرنا هذا ما أخذنا على فتحي، لكن أيضا ما أخذ على الرئاسي أنه لم يتحرك لكل هذه القضايا منذ زمن كما ذكرت. وما قال إعلان أني أنا نبي نتساءل على وزير علنا وبقرار ولا لا هو مفروض تحصيل حاصل، استغرب. استجابة فتحي كانت يعني جيدة ممتازة جدا، وأيضا الموضوع هاجس أن فتحي بشاغة هناك الشارع يتكلم عليه كرئيس وبينقل وبيقعد هو القائد، ربما هذا الهاجس وصل إلى فايز، وصل إلى عقل أو قلب فايز ومن حوله طبعا ومن حوله فايز. أستاذ إبراهيم أنتقل بك لمحور آخر وهو غياب حراك الشرع في شرق البلاد. يعني نحن نشاهد بأنه على الرغم من أنه قد خرجت مظاهرات في عدد من المدن الليبية يوم 23 أغسطس غاب هذا الحراك بالتمام تقريبا على المدن التي تخضع لحفتر. ربما نستني من ذلك سرت، ما تعليقك؟ اسمح لي سيدي الكريم قبل أن أجيب على سؤالك أن أركز على نقطة في موضوع بيان بشاغة فتحي أستاذ سيد فتحي بشاغة. البيان الذي أصدره وزير الداخلية فتحي بشاغة يفتقر إلى الحكمة في هذه الظروف، يعني بيان فيه نوع من الاستفزاز لرئيسه ولرئيس الحكومة. وهذه المشكلة سببها ترجع إلى خلل في اتفاق خيرات، يعني عندما تم تشكيل الحكومة لا فرق بين المجلس الرئاسي والحكومة، وكذلك تم فرض الأشخاص من جهات مختلفة، لا يوجد انسجام في هذه الحكومة. الحكومة لا تعمل بروح الفريق، لذلك هناك كل واحد يعني عنده حسابات، هناك صراع بينهم فيما بينهم. ولكن في ظروف الحرب مفروض يتعالوا على هذه الخلافات ويتعالوا على هذه الانقسام فيما بينهم، ولا ينقلوا خلافهم إلى الإعلام مثلا بإصدار بيان
يؤيد هذه المظاهرات، لأن بيان السيد بشاغة يؤيد هذه المظاهرات بالمطلق. يعني المظاهرات المتظاهرين ليسوا سواء، هناك اختراق، نسبة كبيرة من المشاركين في هذه المظاهرات هم يتبعون حفتر، وعرفنا ذلك من خلال شعاراتهم وهتافاتهم، وواضحة جدا يعني كانوا يطالبون بإسقاط الحكومة. فكيف تؤيد مظاهرات تدعو إلى إسقاط الحكومة التي أنت جزء منها؟ أنا أعتقد هذا هو السبب الذي استفز السراج وقام بتحويل إحالته إلى التحقيق. هذه نقطة. أما بالنسبة لشرق ليبيا، شرق ليبيا دكتاتورية مطلقة، لا يوجد أي شخص يعارض. أنت انظر ماذا حدث للسيدة النائبة سيرجيو، اختفت. يعني مجرد كانت معترفة بالجيش، معترفة بحفتر قائد عام، لكن مجرد كانت تعارض هجوم على طرابلس، وكانت تدعو إلى حل سلمي للخلاف بعاد القوة فقط، هذه جريمتها فقط، اختفت. وهناك أنباء تؤكد أنها قتلت. فالقبضة الأمنية كذلك، التركيبة القبلية لشرق ليبيا يصعب معها التظاهر. المدينتان اللتان كانت لا تسودهم القبيلة هي بنغازي ودرنا، وبعد أن تم تهجير أغلب سكانهم وسيطروا عليها أصبحت القبيلة هي سيدة الموقف في شرق ليبيا. وحفتر لديه ميثاق وعهود مع شيوخ القبائل، والأفراد هناك لا يستطيعون التحرك إلا بأوامر من شيخ القبيلة، وشيخ القبيلة يتبع القيادة العامة كما يصفونها. ولذلك من الصعب إيجاد حراك هناك. الحراك حتى الثورة عندما قامت في المنطقة الشرقية قامت في بنغازي. لماذا؟ لأن 80% من سكان بنغازي هم ليسوا، لا ينتمون لهذه القبائل، ولذلك كانوا متحررين من القيود القبلية. وكذلك الحال بالنسبة لدرنا، لذلك هجموا على بنغازي وهجموا على درنا واحتلوها، وأصبحت القبيلة هي سيدة الموقف. كل مدينة تسيطر عليها قبيلة، وقاموا بتوزيع الغنائم على القبائل، وحفتر هو اللي يسيطر على هذه القبائل ويطالب بتفويض من هذه القبائل. وحتى لو نجح، حتى لو حاول أو سيطر على الحكم، حيشكل مجلس قبلي يؤيده وينفذ تعليماته ويبارك ويقدم له وثائق العهد والمبايعة كما كانت تفعل القيادات الشعبية في عهد القذافي. هذا هو ما يحدث الآن في شرق ليبيا. للأسف يعني كل شيء وارد، يعني ممكن أن تحدث معجزة ويحدث حراك، لكن في ظل الظروف الراهنة أراه بعيدا جدا. يعني طيب سيد عمر، يعني نتحدث عما حدث في سرت وهجوم ميليشيات حفتر على قبيلة تقدات ومقتل أحد شباب هذه القبيلة. يعني 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 قبيلة تقدات فأصدرت بيانا طالبت فيه أبناء القبيلة بالانسحاب من قوات حفتر. يعني برأيك ما تأثير هذا النداء على ميليشيات حفتر؟ طيب خليني بس قبل تعريجة سريعة على موضوع المنطقة الشرقية. نعم. راهو إذا كان الغرب الليبي يعاني والناس متضايقون، فراهو في الشرق الليبي الناس متضايقين أضعاف هذا الذي يحدث في الغرب. نعم. عشرات بل مئات المرات. ليش؟ لأن في المنطقة الغربية يعانون من مشاكل وسوء الخدمات فقط، لكنهم في المنطقة الشرقية يعانون من سوء الخدمات. ليس هناك أي خدمات على الإطلاق، بل هي ربما أسوأ مما في المنطقة الغربية. بالإضافة إلى ذلك فقدان الثقة بين الناس وبعضهم وأقاربهم. بالإضافة إلى ذلك الكبت النفسي وهو الأخطر، فلا يستطيع أحد أن ينتقد حتى في مربوع، حتى في ليش، لما رأوا من القمع. وذكر الضيف موضوع سهام سيرجيوا، وعشان يعني بالمثال يتضح المقال. السيسي مثلا لما قال أمس، قال أنا لو تبوني نرحل. فاليوم ترند مش عايزينك يا سيسي، لليوم الثاني يتصدر المواقع الاجتماعية في مصر. لكن هل خرج الناس في مظاهرات؟ لا. هل هذا ماذا يعني؟ هو المشكلة هي كلها مشكلة الخوف والكبت. فالمنطقة الشرقية رغم يعانوا معاناة شديدة وعصيبة، لكن الخوف هذا مصيبة أيضا. نعم. سجع كويس. نعم. بالنسبة لسؤالك، أنا لا أظن في بكل صراحة أن موضوع البيان وانسحاب القذافة من الجبهات سيؤثر على جماعة حفتر. جماعة حفتر كالليبيين من مقاتلي حفتر أظن أنهم انتهوا من زمان. يعني هو قبل شهور المصماري قال أنه مش عارف 8 أو 10 آلاف أو كذا. لا يوجد، يعني لا نكاد نجد عائلة في المنطقة الشرقية لم يمت منها شخص أو اثنين. فتعويل قوات حفتر الآن ليست على الليبيين وإنما على المرتزقة. لذلك أتوا بالليبيك بهبد الأرض،
يعني أتوا بكل من هب ودب، من سوريا، من اليمن، من أفغانستان، من العراق، من كل مكان، الشيعة اللي يدوروا في عند الأسد، الجماعة روسيا، أوكرانيا، كل لدرجة حتى بعض الدول المتحضرة مثل بريطانيا وكذا، وكشفت هذا الصحف الغربية، يعني مرتزقة منها اشتغلوا مع حفتر في الدعم اللوجستي وفي بعض الأشياء اللي هي على مستوى. وبالتالي أنا لا أرى أن انسحاب القذافة سيؤثر، وأظن اليومين اللي فاتن في أخبار عن تحشيد لمرتزقة وصلوا لهون وكذا، أفارقة وغيره، أظن هذا يمكن أنه يكون لتعويض النقص الذي لا أظن أنه كبير يعني من جانب القذافة. فأظن أنه هو في البداية أصلا لم يكن يثق بهم، وأنه هو كان تحالف مصالح، وأنه هو متأكد أنه ممكن في يوم من الأيام يصل لهذه المرحلة، فهو لا يعول عليهم ولن يؤثر هذا على قواته المرتزقة. طيب دكتور فتحي، يعني رغم مقتل أحد المتظاهرين في سرت وهو ينتمي لقبيلة قذافة وقمع المظاهرات في المدن التي يسيطر عليها حفتر، يعني حتى إنه منعوا في إطراق الانتخابات المجلس البلدي، قناة الحدث وغيرها من القنوات التابعة لحفتر يعني لم تتحدث بتاتا عن مظاهرات سرت، وركزت على مظاهرات طرابلس وأن هناك مرتزقة سوريين يضربون الناس بالأسلحة حتى الثقيلة، ويعني لماذا هذه الازدواجية في المعايير برأيك؟ والله يا أستاذ الكريم أنا دائما أسجد لله شاكرا كلما استمعت للحدث، لأن المبالغة والكذب يعني كرمك الله، يعني حتى القرد ولا القطوس تكتشف أنه كذب، يعني في غباء إعلامي، يعني بعض القنوات في العالم تكذب، من الصعب تتبع أن هذه كذبة مش كذبة وهذا تضليل وما إليه، لكن هؤلاء خليهم، يعني السوريين في طرابلس وشنو في المون في القمر في عطارد، عارفين احنا قاعدين في طرابلس والدنيا في ليبيا كلها متصلة ببعضها، الناس أقرباء ويعرفوا أن هذا حقيقة أو غير حقيقة. ما يؤلمك أو ما تستغرب له الحديث الإنساني عن قمع المتظاهرين في ميدان الشهداء. يا رجل بالتعزم مش عيب عليكم، يعني كيف يا أخي أنت مقابر جماعية 36 في الأبيار مخلوقات، يعني شارع الزيت وشوف المآسي والبشاعة والفظائع، ولا لا تتحدث لي عن واحد من المتظاهرين طلق رصاص؟ إحنا الأول وإحنا رفضناه، ووزارة الداخلية رفضاتها، والعالم كله ضد مناش معاه، ولا لا وتأتي أنت تقول كيف خلي المتظاهر وأنت مش قادر حد يطلع يتنفس برا في بنغازي ولا في درنة ولا في طبرق ولا كذا؟ بمرين العيشة عندهم طيبة، العيشة طيبة جدا لدرجة أنهم يتمنوا الموت، يعني لهذه الدرجة من القمع والاضطهاد والكذا. والله يا أخي الكريم هذا الحدث كيف ما قلت لك كل ما أستمع إلى الخبر الحمد لله نقول ما زالوا في ضلالهم، خليهم أتمنى ليكونوا يتطوروا ويصبحوا من الذكاء بحيث يستطيعوا أن يمرروا ما يريدوا بكذا. الحديث عن الإنسانية، الحديث عن حرية الصحافة، الحديث عن الميليشيات، الحديث عن القمع، لكن مقابر ترهون لا 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 ما فيش ما فيش حديث عنها، أو الأطفال اللي قتلوا والقصف على طرابلس والمنشآت الصحية والمدنية والمدارس والجامعات والغزو أصلاً أنت جايب لي مدرعات، كل هذا لا حديث، لكن كيف تقمع المتظاهرين في طرابلس؟ تنويها بسيطة بعد أنك في المظاهرات مش عارف هل حصل لها وقت ولا لا، الرأي البيضاء، يعني هذه الشبابنا اللي طالعين بالرأي البيضاء بحسن نية ولا لا، نحن وطن عندنا علم، هذا العلم اللي عندنا علم الأجداد، نص ليبيا تدمرت عليه، نص الليبيين اللي مات اللي تهجر الوطن تدمر، قتال جهاد ضد الغزو الإيطالي، موت دماء، نكبة الوطن، كاد حتى الأمم المتحدة لما جت تفرج على ليبيا بعد الحرب قالت ما زال يفكر ندور منها دولة ما ندريش منها دولة يسمينها ولا لا، وظهر هذا العلم لا علاقة له، العلم بتاعنا هذا لا علاقة له بدريس الله يرحمه، ولا علاقة له بثورة 17 فبراير، ولا علاقة له بأحد، هذا علم أجدادك ماتوا من أجله، عندك علم أفتخر به. شو أضف إلى ذلك أن موضوع الراية البيضاء هذه، من الذي رفع قصة الراية البيضاء؟ حفتر قال من رفع الراية البيضاء فهوني، اثنين أحمد قذاف الدم من مصر أرفعوا الرايات البيضاء، ثلاثة اللي رفع شو اسمه حميد القذافي ولد عم معمر ولا كذا، شو يا ابني أنت أتحدث على الشباب اللي مساكين بصدق حامل الراية البيضاء يحسبها أني أنا لمعة هذا لمعة هذاك ولا لا،
أولا نحن نختلف هذا وهذاك، هذا كوم مقابر وكذا ومذابح ونهار أحرف وشارع زيت وحرق ودم وسرق الخمرلج متاعهم، نحن طرف فينا مخطئين، لكن مش لتلك الدرجة ما سويناش. وهذا الكلام حتى لبعثة الأمم المتحدة وللجميع، لكن يحتاج إلى تفصيل. عودة هذه راية أجدادك، ربما جدك أنت جدك مات علشان هذه الراية، لا علاقة لها مرة أخرى لا بدريس ولا بثورة 17 فبراير. وبالتالي أرفع علمك، أرفع في مظاهراتك وطالب. أستاذ إبراهيم، دكتور أستاذ إبراهيم، أختم معك بهذا السؤال يعني في دقيقة لو سمحت. يعني الآن ما يحدث الآن من تجاذبات في شرق البحر الأبيض المتوسط بين تركيا واليونان التي خلفها الاتحاد الأوروبي، برأيك كيف سيؤثر هذا على الوضع في ليبيا؟ نعم، فقط أريد أن أضيف لمقاله ضيفك الكريم، يعني حتى القذافي زمان دار كتاب بالإضافة الأخضر، دار كتاب الأبيض سماه، كتاب بتاع السراطين، يعني السراطين. نعم. أيوة. فالأبيض يعني يتبعون تعليمات أو وصايا سيدهم يعني. نعم. بالنسبة للصراع في شرق المتوسط بالتأكيد حيكون له تأثير كبير، يعني احنا نتمنى من حكومة الوفاق أن ومجلس الرئاسي أن يقوي الجبهة الداخلية في غرب ليبيا ويكون شريك قوي لدولة تركيا التي ساندتنا في دحر العدوان على المنطقة الغربية، وإن شاء الله تساندنا في المستقبل في تحرير كامل التراب الليبي والقضاء على الانقلابيين. لذلك في مصلحتنا ومصلحة تركيا في أن يستقر الوضع في غرب ليبيا، أن تنفذ حكومة الوفاق ما يطالب به الشارع وما يطالب به مؤسسات المجتمع المدني والبلديات، وأن تصلح ما أفسدته في السنوات الماضية، وتبدأ صفحة جديدة بتشكيل حكومة طوارئ مصغرة من 5 وزراء فيها الوزارات السيادية الأساسية، وتحارب الفساد وتكون شريك قوي وداعم للدولة التركية لكي تستمر في مساعدتنا. الدولة التركية عندما تجد شريك ضعيف قد تتنازل للطرف الآخر وتعقد صفقة أخرى، لا أستبعد ذلك، لأن في النهاية كل أمة تسعى إلى مصالحها ومصالح شعبها. لذلك فنحن احتاجة إلى حكومة قوية وتكون شريك قوي لتركيا وتعزز موقفها في صراعها مع اليونان ومع قوى أخرى في شرق المتوسط. نعم أستاذ عمر، يعني أيضا في دقيقة تعليقك على نفس الموضوع، الآن صراع القائم بين اليونان والاتحاد الأوروبي، يعني حتى تلك التي طالبت، ألمانيا طالبت بالتهدئة، هي الآن تصطف خلف اليونان، هل سيؤثر أيضا على الوضع في ليبيا برأيك في دقيقة؟ شوف أنا أقول لك على حاجة بكل اقتناع، هذا الصراع الذي يحدث الآن في الشرق الأوسط هو سيكتب تاريخ جديد في المنطقة، لأن الصراع بين اليونان وتركيا هو أصلا صراع تاريخي، وهذه الجزر اللي هي عند اليونان الآن هي أصلا كانت جزر لتركيا الدولة العثمانية، وبعدين خذتها اليونان بعد هزيمة الدولة العثمانية، وهي تريد أن زي ما يقولوا تكوش على كل شيء. لو انتصرت تركيا الآن في هذا الصراع وفرضت كلمتها، فليبيا حتكون مع تركيا لأن هي الحليف القوي بحكم الحدود البحرية. أما إذا خسرت تركيا واستطاع الاتحاد الأوروبي المنافق وراء اليونان أنه يفرض كلمته، فللأسف ليبيا ستخسر الكثير من الثروات وستخسر يعني شيء استراتيجي وجيوسياسي كبير جدا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عمر عبد العزيز الإعلامي المستقل، كنت معي ضيفا عبر سكايب، والشكر كذلك للدكتور فتحي الفاضلي كان معي هنا في الاستوديو وهو الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي، وكذلك الشكر لضيفنا الآخر عبر سكايب الأستاذ إبراهيم عبد الصمد المحلل السياسي، والشكر موصول لكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.